واش لا فامي، السلام عليكم. صباح الخير، كلشي مزيان. اليوم عندي لا فيزيت ديال المعده، غادي نمشيو للسبيطار واحد شويه. يعني ما خصني لا نفطر لا نشرب حتى شي حاجه، غير دوزوا ليا كاميرا من هنا باش يشوفوا المعده فين وصلت. كان عندي بروبليم ديال المعده دابا تقريبا هادي عامين. يعني اغلبيه ديال الناس اللي على برا، يعني المغاربه اللي على برا، عندهم هذا المشكل. هذا كي جات المشكل هذا على قبل ستريس، وراكم عارفين 100 تخميمه وتخميمه. غادي نوريكم تما قضيه كي غادا دوز، غادي نحاول نصور، غادي نشوف واش يكون عندهم شي مشكل ولا لا. غالبا ما غيكونش المشكل، تشوفوا من واحد شويه. كان معكم يوسف راستا، توحشتكم بزاف بزاف، واحد من ولاد الشعب. تو العز ليكم. دابا دوزنا الميكرو، دوزنا الكاميرا في كريشة. خوكم مسخسخ دابا، تما فيه كيبان لك داكشي اللي في الكاميرا. شوفوا النصارى فين وصلوا. جوج ديال لاباريات خوكم مسخساح، دازت بعدا بخير. Vänta en liten timme och spisa då, för det är lite rart. Ja. Är det doktor? Ja, jag är vloggare på YouTube. På YouTube? Ja, jag har många följare, över 20 000. Ja, så jag tänkte att ta en liten video här, siden jag ska ha den slange i magen. Ja. Ok, du har tatt den prøven da, for å se om du har noe... Håkon Boak. Jeg tar jo nytt drogs, bare som en... ...men hesse på elo. Ja, og det er bare... ...se de nå. Nesle emmerader, tasarruf og tjæmul dialom. Kje tjidro meg. Sjofo spitalet, mesihie kideri. هدوء، ما كانش اللي يهضر معاك. عرفتي دابا مرفوع، انا مرفوع. اماري تاهي معانا، جات معايا. ماري شدها الخجل. يلا شويه نشوفوا العشرة. بيس. باقي مسخساخ. دابا غنمشيو للفرماسيان ناخذ الدواء على قبل المعدة. هاد ليامات دابا راه شي عامين وهي عندي مسخسخة. دوزنا عند الطبيب كيما شتو. ايوا نتمنى كلشي يدوز بخير وعلى خير. صوتي كيما كتشوفو شوية طاحت، دارو ليا خضروني باش منحسش بديك الكاميرا اللي دازت من هنا كاملة للمعدة، وشافو قالو ليا باقي عندك غير واحد الشوية خاصو يمشي. ايوا نتمنى كلشي بخير، تمنوا لي الشفاء الخوت حبابي. هذا هو البلان عشان شوك قضيه كي دازت مزيان الحمد لله. الناس الله يعمرها دار. صيفطوا لي ديجا برا، قالوا لي بان راه عندك رونديفو فلان فلاني مع 11. مشينا مع 11 وخرجنا
ممرضه مع 11، قلت لها حيت ديجا انا كنت دوزت كاميرا من قبل، قلت لها بان تدير لي شي حاجه اللي باش ما نحسش بهذاك الالم ديال الكاميرا الداخل، يعني واحد الالم اللي خايب. وقالت لي واش ندير لك مخدر، يعني ندقوا لي ابره هنايا كما شفتوا. غالبا في سناب شات الدراري غيسولوني، قالوا لي ياك لاباس يونس، واش كلشي بخير ولا خير. كانت غير فيزيت عاديه، الحمد لله كلشي داز بخير ولا خير. خرجوا لي واحد الدواء اخر، يعني داك ماغسور كما كيقولوا ليه بالنرويجيه ماغسور، وبحال التهاب المعده كان عندي من قبل كبير شويه بزاف، ودابا الحمد لله هادو كي صغار ترونكيل الحمد لله. الصحه هي الاولى. غادي نهضروا على شي مواضيع زوينين ان شاء الله. غادي نهضروا على كيفاش الوراق ديال الزواج. الناس اللي سولوني بزاف وصيفطوا لي ميساجات، ها هو عاوتاني رجع يونس الراستاف معلومات جداد ان شاء الله. وشحال من واحد اللي ما كيعرفش. الناس اللي سولوني على قبل شنو هما الوراق اللي غادي نحتاجو على قبل الزواج، شوفوا واحد شويه. واحد القضيه اخرى، مرحبا بالناس اللي جاوا جداد اللي داروا سبسكرايب، وشكرا بزاف على البارطاج. راه شفت لي ريزولطا ديال هاد الشهر اللي فات، كان البارطاج كثير وكثير، بارك الله فيكم، شكرا بزاف، راكم عزيزين عليا بزاف بزاف. كان معكم يونس راستا نعز. ومن هذا المنبر هذا كنسلم على الفلوجرز المغاربه كاملين من انحاء العالم اللي تفاعلوا مع الفيديو اللي كان فات اللي هضرت فيه على الفلوغرز المغاربه. بيغ اب لكم كاملين، والناس الاخرين اللي ما هضرتش عليهم يسمحوا لي بزاف بزاف. وفي الاخر ديال الفيديو ان شاء الله غادي حيت شحال ما درتها غادي نقول للناس اللي ابوني عندي في لاشين ديال اليوتيوب، جا الوقت ديالكم عاوتاني باش غادي تبانوا في فلوج جيم، يعني الوح في الفيديوهات ديالكم، هذوك الفيديوهات اللي كنت انا ديجا كنت هضرت فيهم شحال هذيك، قلت لكم غادي تقولوا فيهم يونس راستا العز. من هاد الفيديوهات غادي نبينوا للناس بان العائله ديال يونس راستا راه كبيره كبيره بزاف. كما قلت لكم صيفط لي الفيديو ديالك في لاباج ديالي في فيسبوك اللي غادي تلقاوها ديما في ديسكريبسيون تحت، غتصيفط لي في ميساج يونس راستا العز، وغتقول السميه ديالك وغتقول منين جاي، وان شاء الله الفيديو ديالك غادي يدوز. وغالبا غادي نلوح هاد الفيديو ان شاء الله اليوم باش الناس يتفرجوا فيه، واللي ما حلفوش الحظ يبان في الفيديو الجاي ديال نهار الحد بالليل ولا اثنين ان شاء الله، غادي يتلاح الاخر كما درت في فيديوهات من قبل. يعني كما قلت لكم غادي تصور الفيديو، غادي دير الكاميرا عاديه بحال هكا، وغادي تقول تقول فيها يونس راستا العز معاك سي محمد من كازا ولا من اي مدينه. وهذا ما كيتعممش بانهم غادي يكونوا غير المغاربه، انا ما كرهتش يكونوا حتى الناس ديال الجزائر، وتحيه ديال الناس الجزائر كاملين كاملين من هاد المنبر هذا، والناس ديال تونس اللي كيتبعوني، والمغاربه من انحاء العالم اللي كاينين في اوروبا ولا اللي كاينين في الولايات المتحده الامريكيه ولا اللي كاينين حتى في جنوب امريكا. انا واحد السيد كيصيفط لي ميساجات تبارك الله عليك من البيرو، يعني المغاربه الحمد لله واصلين في اي بلاصه، والعرب كاملين واصلين في انحاء العالم كامل. والموضوع اللي غادي نتكلموا عليه اليوم هو الوراق ديال الزواج. غالبا ديال الناس اللي كيصيفطوا لي ميساجات وكيسقسيوني كيقول لي راه تعرفت على واحد النرويجيه ولا على سويديه ولا على اي بلاصه كما كانت، وكيقول لي يا يونس كيفاش غادي نجيبوا الوراق وشنو هما الوراق ديال الزواج اللي غادي نجيبوهم. الو الوراق ديال الزواج راه ما صعيبينش بزاف، غادي تمشي للمحكمه، المحكمه اللي كاين انت فيها يعني المدينه اللي فيها نتايا، غادي تمشي للمحكمه، غادي تمشي للقسم ديال الزواج المختلط، واحد البلاصه كتسمى الزواج المختلط، اي واحد سولتي في المحكمه غادي يوريك البيرو ديالهم، غتمشي عندهم غتقول لهم الله يخليكم بغيت لا ليست ديال الزواج المختلط. حيت الزواج ديال اوروبا ولا اي بلاصه اخرى في المغرب ما كيتسماش زواج عادي، ماشي بحال المغربي باغي يتزوج مغربيه يعني داكشي ساهل، لا غادي تسول غتقول الزواج المختلط. فاش غادي تقول لهم الزواج المختلط غادي يعطوك واحد لا ليست، غادي تقرا كاع دوك الاوراق اللي غادي تجيب انت واللي غادي تجيب الزوجه ديالك، يعني غتشدهم هما غترجمهم الا ما كانش اللغه اللي كيهضروا فيها في بلادها هي الفرنسيه ولا الانجليزيه، غادي تشدهم هي في بلادها وغادي ترجمهم من واحد المحلف تما، راه غادي تلقاهم راه ماشي صعيب كلشي ساهل، غترجمهم باللغه الفرنسيه ولا ترجمهم باللغه العربيه، يعني الورق ديالها هي غترجمهم والورق ديالك انت نتايا غادي تشدهم وغادي تجمعهم وغتزديهم. فاش غتسولني غتقول لي الوراق ديالي انا شنو هما، غالبيا ديال الوراق ديالك غادي يكون غير فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك،
شهاده ديال الميلاد ديالك غادي تكون اوريجينال يعني من البلاصه اللي تزاديتي فيها، وغادي تجيب شهاده ديال العزوبيه وشهاده السكنه، وغالبا اللي كنتفكر انا اللي باقي عاقل عليهم يعني كلشي غادي انت فاش غتشد الورقه غادي تفهم كاع دوك الورق اللي غادي يعطيك غادي تفهمهم، وغادي تهضر معاه تقول لي شحال ديال الفوتوكوبيات، حيت انا الوقت اللي فاش تزوجت فيه شحال هادي يعني دابا تقريبا شي 5 سنين هادي ولا ما شحال ولا اكثر من 5 سنين شي 6 سنين كتشدهم كدير لهم فوتوكوبي 6 ديال المرات وغتكاليزيهم، يعني المقاطعه اللي غتمشي ليها فاش غادي تجبد الوراق غادي تشدهم وغادي دير لهم فوتوكوبي وغتكاليزيهم كاملين ديالك وديالها. شحال من واحد كيقول لي شحال غادي تستغرق ديال الوقت ديال الزواج، يعني كلشي بسببك انت، واش بغيتي الورقه ديال الزواج ديالك غادي يطلعوا دغيا دغيا، الموافقه ديال الزواج ديالك غادي تطلع دغيا دغيا، ولا غادي تكون معطله؟ علاش؟ حيت دابا انت الدوسي فاش غتعطي للمحكمه فاش غتجمع الوراق ديالك والوراق ديالها، وواحد الحاجه ضروريه ما تنساهاش وشحال من واحد اللي نساها، هي بان الزوجه ديالك اللي غادي تجي من اوروبا خاصها ضروري تدوز لوزاره العدل في الرباط، يعني غادي تمشي للرباط وغادي تمشي تاخذ واحد الورقه سجل عدلي كما كنقولوا حنايا ليها هي بوحدها، غادي تمشي الصباح بكري وغادي توقف عليك يعطيو لك في النهار، يعني ماشي شي مشكل كبير، غير هاد الورقه ضروري تكون معاك في الدوسي ديالك. وحاجه اخرى عاوتاني فاش غادي تاخذ الورقه ديال شهاده عدليه غادي تجمع الورق ديالك وغادي ديهم للمحكمه، غادي ديهم للبلاصه اللي فين سولتي، غادي تعطيهم للشاوش تما غتقول ليه الله يخليك هاد الورق بغيت ندخلهم للقاضي باش يشوفهم واش صحاحين واش الملف غادي يدفع ولا لا، حيت القاضي هو اللي مكلف باش يشوف الورق ديالك وديالها، وغالبا خاصها تكون هي معاك باش يشوفها هو، لان كتسمى بانه القاضي خصو يشوف الزوج والزوجه، يعني فاش غادي يشد الوراق وغادي يقراهم غيشوفهم واش كلهم يعني متابعين لا ليست ديالك، يعني فاش غادي يشوف الوراق ديالك تابعين لا ليست ديالك غادي يقول لك صافي ها هما الوراق ديالك عندنا تترجع، يعني غادي نصيفطهم وغادي تقول لي انت لا راه عندي الوقت شويه ضيق راه خاصني نوقف على الدوسي الا جازك بخير الا كان الممكن انا نتبع الدوسي ديالي، غادي يقول لك هو اوكي، غادي يقول لك تسنى على برا تنعطي من الشاوش هو اللي غادي يديهم لواحد المراحل الا عقلت انايا هما بانه فاش كيخرجوا الورق من عند القاضي كيمشيو للمحكمه، يعني المحكمه كتصيفطهم للعماله والبوليس، العمل فاش كيوصلوا من الدوسي ديالك كتصيفط واحد الورقه للبوليس حتى هما عاوتاني باش كيديروا بانه التاكيد، وكيصيفطوا عاوتاني واحد الدوسي ديالك للمقاطعه انت اللي فين ساكن، يعني كيسولوا عليك انت وكيشوفوا المعلومات ديالك واش صحيحه ولا لا. فاش كتمشي انت كتبع الدوسي هذه كتحاول انت توقف على باش ماشي الدوسي يجي عند القاضي ولا عند المقدم يبقى تما يومين ثلاث ايام، يعني ما خاصك انت توقف عليه، يعني دوك الورق كيرجعوا لعند البلاصه فين كانوا، يعني فاش كيمشيو للمقاطعه اللي فيها نتايا كيرجعوا عاوتاني عند العماله، وديك الورقه عاوتاني مشات للبوليس كترجع للعماله، وداك الدوسي عاوتاني الثاني اللي مشى للبوليس هذاك خاصك توقف عليه باش كيديروا عليك التحريات، وفاش كيديروا عليك التحريات كيديروا عليك تحريات انت والزوجه ديالك، يعني حتى الزوجه ديالك خاصها تحضر في المحكمه في البوليس عاوتاني يشوفوها، اون فوا كيعطوك الموافقه في البوليس والموافقه في العماله كيرجعوا للوكيل العام ديال الملك، الوكيل العام ديال الملك كيسينيهم عاد كيرجعوا للقاضي، القاضي هو اللي فاش كيشوف الوراق ديالو بانه كلشي وافق ليك كيسيني لك بانك تقدر تزوج هاد السيده هادي، يعني هادو المراحل كلهم اللي شتي راه ماشي صعاب خاص الواحد يوقف عليهم، اون فوا القاضي كيعطيك القبول بانك غادي تزوج كتمشي عند العدول. واحد الحاجه نسيتها ما قلتهاش هو بانه الزوجه ولا الزوج خاصو ضروري يكون مسلم، يعني كدير عند هذاك العدول نيت اللي غادي تزوج عنده غادي تقول ليه راه بغينا هاد السيده هادي تولي مسلمه، كي المهم كيطلعوا لها شهاده ديال الاسلام، يعني ضروري هاد الورقه هادي حتى تكون في الدوسي فاش غادي تدفعها للقاضي. هادو معلومات كما قلت لكم على قبل الناس اللي باغيين يتزوجوا ولا الناس اللي كيسولوا على قبل الورق ديال الزوج اللي ما عارفينش اللي ما عرفوش فين يدخلوا ولا فين يخرجوا، كيسولوا ناس اخرين ما كيعطيهمش راس الخيط. انا هاد الفيديو هذا تبارطاجيه مع صحابك ولا شي واحد كتفرج الان وعرفتي صاحبك باغي هاد الورق وباغي هاد المسائل هادو هاد المعلومات هادي ما كرهتش انا تبارطاجيه لدري صاحبك، انا ما بغيتوش يدير لها سبسكرايب ولكن بغيت الواحد يستافد. واحد القضيه اخرى شحال من واحد سولني قال لي المدام ديالي انا اللي عايشه في اوروبا ما باغاش تجي للمغرب باغا تصيفطني انا عندها، يعني هي ما عندهاش الحق، هي عندها الحق تصيفطك
تجيبك عند اوروبا، ولكن غادي تكون عندك واحد القضيه، تكون عندك غير الفيزا غير ديال التوريست، يعني 3 شهور ولا شهرين الماكس خاصك ترجع. يعني واخا بان تشوف راسك راه ضمنتي غادي تخرج على برا، ولكن غير توريست ما عندكش الحق تخدم هنا في اوروبا الا ما عندكش، الا عندك سيتو في النرويج. انا كنعمم يعني كاينين هما قوانين في بلدان اخرين انا ما عرفتهمش، ولكن في النرويج ولا في السويد خاصك ضروري ضروري تزوج باش تجي لهاد الدولتين هادي. الدنمارك حتى هي حيت الناس مصعبين بزاف بزاف، يعني راه واخا تاخد الفيزا ديال التوريست راه ما عندكش الحق تخدم هنا في النرويج. ولا حركتي الفيزا ديالك هنا في النرويج بشهر ولا بشهرين وبغيتي ترجع المغرب باش تزوج، 5 سنين ما خاصكش تدخل النرويج. يعني ضروري 3 شهور اللي عطاوها لك فيزا ولا شهرين تجيبها هنايا وترجع للمغرب في هذاك الوقت، حيت علاش غادي تندم عليه. واحد القضيه اخرى عاوتاني هو بانه الا سولتي يعني ديك السيده اللي غادي تكونيكطا معها واللي غادي تعرفها واللي باغي تنوي معها المعقول، خاصة ضروري واحد القضيه انهم جوج حوايج يكونوا ضروريين ومهمين، بان تكون خدامه كتوشي واحد الرصيد ديال المال، وإلا ما خداماش وما عندهاش الخدمه ولكن عندها واحد العذر بان ما تقدرش تخدم عاد يمكن لك تمشي. يعني ضروري واخا الواحد يكون تعرف على شي وحده، ولكن العراقيل اللي داروهم هنا في النرويج يعني والسياسه اللي ولات جديده في لمن ناحيه ديال السويد ولا النرويج ولا الدنمارك، هي بانه ضروري تكون الخدمه، تكون هاد السيده دي خدامه ولا عندها شي عذر باش ما تكونش خدامه. وشحال من واحد انا كنسولني قال لي لا ما تقدرش تجي لهنايا المغرب وبغات هي الديني عندها وهادي، ولكن ضروري خاص هي تجي للمغرب باش تزوجو باش تمشي تكون الامور ديال كلشي بخير وكلشي ريقل وكل الامور كلها مزيانه. وهادو معلومات نقولها لكم سير، كيقول لك سال مجرب وما تسالش الطبيب كما كنقولوا. انا ديجا عندي واحد الصديق ديالي اللي ما نقدرش نقول السميه ديالو، كنبلغ ليه سلامي من هنا لانه ما توفقش بانه يجي النرويج لحقاش يعني المشكل الكبير هو تزوج، المسائل كل تزوجنا في نهار واحد، ولكن السيده اللي كانت تزوج بها ما كانتش خدامه وما كانش عندها داك العذر بان ما يمكنهاش تخدم. يعني وما ما كتبش ليه الله والحمد لله دابا راه هو بخير وعلى خير. كنبلغ ليه سلامي من هنا كنقول ليه بيس ليك خويا نعز ليك. يعني كانوا هادو معلومات خاصين للناس اللي باغين يتزوجوا في المغرب، اللي باغين يتزوجوا زواج مختلط. هذا هو يعني الاساس اللي غادي يوقفوا عليه. انا ما كنحتم على حتى شي واحد، شحال من واحد ماشي شحال من واحد، ولكن كاين شي ناس كيقولوا لي انت كتحرض الشباب المغربي بانه يتزوج ويخرج على برا. انا ما حرضت حتى شي واحد، كل واحد القناعات ديالو. انا ماشي جيت وقفت عليه ولا قلت ليه تفرج في هذا الفيديو هذا. كنتمنى الناس كلهم يكونوا متفقين معايا على هذا الاساس هذا، وما كونش ديما واحد القضيه كما كنقولوا حنايا تغيروا الصوره ولا يكون شي مفهوم غلط. كان هذا من ناحيه ديال الزواج. من ناحيه ديال الدراسه راه كنت ديجا هضرت عليها. الناس اللي كيسولوا عتاني على الدراسه، راه درت واحد الفيديو على قبل الدراسه شنو هما الحوايج اللي خاصك دير وشنو هما يعني التكاليف ديال الدراسه في اوروبا في النرويج بصفه عامه. هي غالبا خاص يكون عندك الكونت ديالك كيتجاوز 100,000 درهم، يعني خاصك ضروري تكون عندك واحد 10 مليون فوق باش تعيش في النرويج. هذه ضروريه. والمدرسه راه كتقلب في جوجل كتكتب غير يونيفرسيتي ولا الجامعات ولا اي حاجه كتقلب عليها في الانترنيت، البرونش اللي فيها نتايا اش من حاجه باغي تقرا نتا، ماشي غتسولني انا تقول لي شنو هما المدارس اللي كاينين في النرويج ولا فين نقلب عليهم. راه نتا اللي خاصك تقلب، نتا اللي خاصك تكتب الشعبه اللي خرجتي منها من البكالوريا غادي تكتبها، وغادي تشوف هذوك الناس اللي تما غتصيفط لهم السيفي ديالك، يعني البكالوريا ديالك شنو كنتي كتقرا وشنو باغي تقرا، وكتعطيهم الحجج بانك علاش باغي تقرا في النرويج. ومن ضمن الوراق اللي غادي تعطيهم بانه الكونت بونكير، يعني خاصو ضروري الناس كلهم راه عارفين دابا راه ولات متداوله، وغالبا الناس كيمشيو يقراو في اوكرانيا ولا في دول اخرى حيت رخيصه شويه. ولكن حتى الدبلوم ديال النرويج الناس اللي يقدروا عليه، يعني الناس اللي شويه ميسرين ولا اللي يقدر يتسلف من العائله ديالو، هاد الدبلومات زوينين وواعرين بزاف، وتقدر علاش لا تقدر تخدم حتى في النرويج. هذا ما كان. وعاوتاني في المساله ديال القاصرين اللي ديما كيسولوني كيقول لي انا عندي 17 عام ولا عندي 18 عام واش غنتسمى قاصر. انا كما ديجا هضرت لكم على هذه المسائل هذه، من 17 عام لتحت هذا كيتسمى قاصر. وانا ما كنشجعش على الناس باش بانهم يخرجوا ولا بانهم يهربوا من المغرب، راه كل واحد وظروفه كما كنقولوا. هذاك اللي ريسكا بحياته تحت الرموكات وتحت اي بلاصه راه ماشي
كما كنقولوا لقاها كما بغا، يعني راه ما خرج من ديك البلاد حتى كان مقهور، حتى ما عنده ما ياكل، عائلته متشرده، عائلته مقهوره كما كنقولوا، ما في حالهمش، باغي يحسن الوضعيه ديالو. وماشي عيب الواحد يحسن الوضعيه ديالو، هادشي راه من الناس القدام، يعني من الايام ديال الفتوحات. الناس راه كيقول لك الرزق رزق الله في العالم كامل على وفاه الايام وهاد السنوات المئه الاخرى كما كنقولوا، هاد مئه العام الاخرى هي اللي فاش دار فهاد القوانين ديال الفيزا وديال المسائل. والله يهدي المسلمين كما كنقولوا، ردوا بلادنا ضحكه لا 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 محمد رسول الله. ياو كان هادو معلومات بساط بساط بزاف، كنتمنى بانكم تكونوا استفدتوا واحد شويه. وكيف ما قلت لكم ما تنساوش الفيديو، غادي تشدوا كاميرا وغادي تصوروا، غادي تقولوا يونس راس طالع عز، وغتقولوا لي السميه ديالكم هي الاولى والبلاصه منين جيتوا، وما كرهتش تقولوا المدينه اللي فيها نتوما. والا بغيتوا شي ديديكاس صغيره تقولوها لشي واحد في الفيديو قولوها عليه. كنتمنى بانني نكون في حسن الظن ديالكم، ونكون ديما كما انا، راه ما عمرني ان شاء الله غادي نتبدل. الا هضرت على شي واحد ولا هضرت في شي موضوع هذاك ما هضرت عليه حتى اقتنعت بهذاك الموضوع اللي غادي نهضر فيه، ديجا هضرت على مواضيع من قبل. وكعادي كاي مغربي يعني لازم يهضر قدام الكاميرا، حيت كيشوف شي حاجه اللي ما كتعجبوش في الفيسبوك. بحالي انا بحالك انت، فاش كتخرج للقهوه وكتجمع مع اصحابك انت راه كتهضر في شي مواضيع راه ما كيتصوروهمش العقل. حنا كنهضروا في المواضيع اللي الناس اللي كيتفرجوا، حيت الوالدين اللي كيتفرجوا فينا والناس اللي كيتفرجوا فينا مع والدين ديالهم كنحاولوا يستافدوا، وكناخذوا غير الرضا ديالهم، وهذاك هو الحمد لله الفضل الكبير والفضل ديال الوالده. حتى هي كنسلم عليها من هنا، كنقول لها كنبغيك بزاف الوالده وتوحشتك بزاف بزاف. كان معكم يونس راسطا كيف ما ديما العز، العز المغاربه كاملين والجزائر كاملين وتونس والعالم العربي، يتوب عليكم كيف ما ديما واحد من ولاد الشعب عز.